ويلكم تو ماي شانل اور ليسون فور توداي. النهارده هنتكلم عن ذا باست سمبل تنس، زمن الماضي البسيط. هناك افعال منتظمه وغير منتظمه، ريجولار وايرريجولار. اولا الافعال المنتظمه ريجولار، فور اكزامبل ووك ووكد، توك talked, start started, finish finished, visit visited, watch watched. ثانيا الافعال اللي غير منتظمه، لا يوجد قاعده عامه حاكمه irregular. For example eat run ran, read read, go went, take took, buy bought. متى نضيف للفعل ied؟ لو حرف الواي قبله الفاول الاي اي اي او يو يضاف إلى الفعل ed. For example play played, stay stayed. لو حرف الواي قبله أي حرف آخر بخلاف تلك الحروف الخمسة نقلب الواي إلى I ويضاف ال ed. For example study studied, study studied, carry carried, cry cried. عند انتهاء بعض الافعال بحرف ساكن مسبوق بمتحرك يضاعف الحرف الاخير عند اضافه الاي دي. For example chop chopped, plan planned, stop stopped. كده نكون خلصنا درس النهارده. Thank you for watching. Hello everyone, welcome to my channel our lesson for today. النهارده هنتكلم عن the past simple tense، زمن الماضي البسيط. هناك افعال منتظمه وغير منتظمه، regular و irregular. اولا الافعال المنتظمه regular، for example walk walked, talk talked, start started, finish finished, visit visited, watch watched. ثانيا الافعال اللي غير منتظمه، لا يوجد قاعده عامه حاكمه irregular. For example eat ate, run ran, read read, go went, take took, buy bought. متى نضيف للفعل ied؟ لو حرف الواي قبله الفاول ال a e i o u يضاف إلى الفعل ed. For example play played, stay stayed. لو حرف الواي قبله أي حرف آخر بخلاف تلك الحروف الخمسة نقلب الواي إلى i ويضاف ال ed. For example study studied, study studied, carry carried, cry cried. عند انتهاء بعض الافعال بحرف ساكن مسبوق بمتحرك يضاعف الحرف الاخير عند اضافه الاي دي. For example chop
chopped. Plant, plant. Stop, stop. كده بنخلصنا درس النهاردة. Thank you for watching.